بعض الاحيان تكون طوابير باش يخلص فاتوره تاع الكهرباء. وهذو الفواتير حنا درنا حلول تقنيه، اليوم المواطن يقدر يدفع الفواتير تاع الكهرباء تاع الغاز تاع الاخر عن طريق الانترنت عن طريق هاتف الجوال. لكن هناك يعني لازم يكون تحسيس تكوين ومرافقه لكل فاعلين. الحمد لله اليوم كاين تعاون مع وزاره التجاره ومع كل فاعلين مع جمعيات التجار باش يكون يعني تحسيس المواطنين وتكوينهم وتبعتهم. لازم هذا المجتمع تاعنا باش نغيروه لازم يكون تكوين وتحسيس، نفهموهم على دفع الكتروني واش لازم كيفاش لازم المرافقه والتكوين.